السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. النهار إن شاء الله نتحدثوا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف. والحقيقة جوني لي كومونتير بزاف على حساب هذا الموضوع، وهو كم يأكل الأرنب من السكاليم في أو العلف في الشهر، يعني لمدة شهر، يعني غير باش الواحد يكون عارف راسو يعني شحال كيصرف وشحال يقدر يربح. حنا نهضروا دابا هذا النهار غير على العلف، يعني السيكالين شحال كياكل في الشهر. قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال غادي نقسموا هذه التفاصيل لقسمين، يعني نهضروا في الاول على الارانب الصغار، وعاد نديروا الارانب الكبار منهم الذكور وكذلك العشار، لان العشار كيكونوا مختلفين شي شويه على في الماكله ديالهم. اذا نبداو دابا بالصغار. اولا قبل الفطام، يعني قبل 35 يوم حتى 40 يوم، ما كياكلش الصغار، ما كياكلوش السيكاليم. يعني هذه المده يعني ديال 35 يوم حتى 40 يوم هي ربح صافي للمربي، لان كيكون كتكون الصغير ديال الارنب كيكون كيرضع من الام، كيكون كيرضع من الام ديالو، يعني هذا ربح ليه. بعد هذه المده كيجي وقت ديال التسمين الصغار والتجهيز ديالهم للبيع. فممكن، يعني كاينه واحد القضيه، ممكن تعويض السيكاليم بالخبز الجاف، ولكن ليس بصفه مستمره، يعني ماشي غادي نبقاو حنا ناكلوهم غير الخبز الكرم وتقول بلي راه غادي يتسمنوا. هو فعلا فيه النشا، فيه الخميره، يعني كتنفخهم شي شويه باش كيسمنوا شي شويه، ولكن ضروري من السيكاليم. يعني حنا سمو نقدروا نديروا لهم، نقدروا نديروا نهار ديال السيكاليم ونهار ديال الخبز جاف. يعني شحال غادي ياكل هذا الصغير لمده 20 يوم على حسب شهرين، يعني نقولوا 40 يوم زائد 20 يوم هي 60 يوم، يعني شهرين ممكن انك تقدر تبيعه. يعني حنايا حيدنا 40 يوم، بقات لنا دابا هذيك ال 20 يوم. هذيك ال 20 يوم غادي ياكل فيها فقط 10 ايام. علاش؟ لان غادي نديرو نهار نهار لا، والعشر هاد العشر ايام هادي سمو غادي يقدر سمو كما قلنا كاين 10 ايام ديال الخبز جاف و10 ايام، لان قلنا نهار نهار لا. اذا هاد العشر ايام شحال تقريبا غادي ياكل فيها؟ هو الارنب الصغير في الحقيقه كياكل 100 غرام، يعني ماشي الصغير وانما نقولوا وصل صافي بدا كيبلغ وبدا كيبان. دابا في هاد العمر هذا تبارك الله راه وصلوا نقولوا شهر وجوج سيمانات. دابا راني شحال كنعطيهم؟ تقريبا كنعطيهم 100 غرام للواحد. 100 غرام هي طاس ديال دانون، ديما كنقولها في طاس ديال ياغورت، شحال واحد كيقول لك كدير الاشهار، اسيدي نقول لهم طاس ديال ياغورت، طاس ديال ياغورت خاوي كتعمرو بالسيكاليم، وكل واحد كتعطيه طاس، يعني هذا الشيء خلال اليوم كامل. يعني الا جينا نحسبوا شحال ديال 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 من كيلو غادي ياكل في الشهر هذا الارنب الصغير حتى يولي بالغ ونقدروا نبيعوه، غادي يقدر ياكلنا كيلو واحد في النهار، عفوا كيلو واحد في مده 10 ايام، لان 10 غرام مضروبه في 10 ايام هي كيلو، يعني 1000 10 في 10 هي كيلو، هي 1000 غرام، 1000 غرام هو كيلو، يعني يعني كيلو ب 5 دراهم ولا 4 دراهم ونص، الحقيقه راه مزيانه، يعني مزيانه لمده عاد من بعد ملي غادي صافي يبقى ياكل مزيان، تما ممكن ان تسمنوه مزيان تبقى تعطيه كل تحيدوا عليه الخبز شي شويه وتعطيه السيكاليم باش يسمن مزيان. اذا هذا الشيء بالنسبه للارنب الصغير. دابا ندوزو الارانب الكبار، شحال كياكل تقريبا؟ حنايا نهضروا على الارنب البالغ سواء الذكر او الانثى، يعني
الحقيقه ديالو في الحقيقه خصو ياكل 200 غرام ملي كيكون بالغ خصو ياكل 200 غرام في اليوم. ولكن هاد من الممكن عاوتاني اننا ناكلو الخبز الجاف، يعني نهار سيكاليم حتى هو نهار سيكاليم نهار خبز جاف. حنا ربحنا يعني داك الشهر ولات مقسومه على جوج. اذا كان هو كياكل 200 غرام في النهار، يعني سمو غادي تولي 100 غرام يعني في الشهر. 100 غرام ملي نضربوها في 30 سمو غادي تعطينا 3 كيلو غرام، لان 3000 غرام هي الى حولناها الكيلوغرام هي 3 كيلوغرام في الشهر. 3 كيلوغرام في الشهر الى درنا لها الكيلو 4 دراهم، 4 في 3 12 درهم، يعني شحال كيطيح لينا هذا الارنب البالغ سواء الانثى او الذكر كيطيح لينا 12 درهم ديال السيكالين في الشهر كامل. ولكن هذا الشيء ردوا بالكم ان ديما كتعاونوا بالخبز، هانتوما الخبز الجاف، ديما الخبز الجاف. الخبز الجاف ما غاليش، راه كيدير 2 درهم من الكيلو. الا شريتو عند مويل الكرارس راه كيدير 2 درهم الكيلو، يعني مزيانه 2 درهم الكيلو. كيلو راه حنا اتفقنا ان كيلو راه لمده شهر، و دوز كي شهر ب 2 درهم راه تبارك الله، هذا راه الخير والبركه، يعني غادي يطيح لك هذا الارنب يعني مجاني على الحساب. اذا سمو قلنا دابا بالنسبه للارنب الكبير انه كياكل 12 درهم ديال لان 4 في 3، لان هو كياكل 3 كيلو في الشهر، 4 في 3 هي 12 درهم. اما الصغير راه مسكين كياكل يعني 4 دراهم، 4 درهم ونص في الشهر. يعني الا جينا نشوفوا حيدنا الفطام ديالو، حيدنا ديك 40 يوم اللي ما غاديش غادي يكون كيرضع مع امو، حيدنا نهار نهار لا ديال الخبز الجاف مع السيكاريم. اذا هاد الحوايج حاولوا انكم تفكروا فيها مزيان باش هاد الارنب منين تبغوا تبيعوه يكون طايح عليكم بواحد الثمن رخيص. الناس مو باغيين، يعني الاهم في الاهم خصهم غير اللحم. كيفاش طلعتي انت هذاك اللحم؟ هذاك الشيء حرفه، كتولي نتايا الحرفه ديالك، يعني قدرتي انك تحايل على بدون ما تغش. اللحم طلعتيه مزيان بدون ما تغش، يعني ماشي درتي مثلا شي تحايل، شي نوع ديال التحايل انك مثلا نفختيهم، غير نفختيهم والشكل ديالهم باين منفوخ. لا، راك نتايا درتي مجهود، فكرتي مزيان ان نهار غادي ندير لهم السيكاليم، نهار ديال الخبز، والخبز ممكن تقطعوه بهذه الطريقه هذه. انا ديما كنوري لكم انتوما كتقطعوه بمقص ديال 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 هو تقريبا كيولي بحال السيكاليم. انتوما هذا راه خبز جاف، وكيولي كتعطيه لهم كياكلوه قد اللقمه ديال 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 قد الفم ديال 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 الارنب، قد الفم ديالو. يعني كتعطيهم طاس ديال 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 ياغورت خاوي كتعمرو لهم وتعطيهم. بحال دابا هنايا راه تبارك الله راهم كلاو، راه هذيك الطويصه راه كانت عامره وهما راهم كلاو تبارك الله. انتوما عاوتاني هنايا هادو راهم كلاو، راه كانت عامره راهم كلاو، وكتديروا مع شويه ديال 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 السيكاريم. انا هاد النهار راني خلطت لهم، ان شويه كانت الحراره بالنهار وما عطيتهمش النهار كامل، وبغيت شويه يعني نتهلا فيهم، ودرت لهم الخبز مع السيكاريم. انتوما ها الخبز ها السيكاريم. اما بالنسبه للكبار كنحاول ما نعطيهمش كاع السيكاريم، كنعطيهم غير الخبز، لان في الفتره ديال الصيف كي عطيتيهم السيكاريم بزاف كيجيهم يعني كيتزيروا بزاف وكيجيهم احتباس حراري. اللهم خليهم ترونكيل، خليهم ياكلوا على قد الحال في الايامات البارده. واه هذاك ممكن انكم تعلفوهم مزيان وتعطيهم يعني باش 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 يسمنوا. اما في هذه الفتره هذه حاولوا انكم ما تعطيهمش بنهار، وفي نفس الوقت يعني ان ما كيكونش تزاوج بزاف، اغلبيه ديال المربي ما كيزاوجوش الارانب ديالهم. في نفس الوقت انكم تقتصدوا واحد شويه، ماشي تبقاو غير تشريو السيكاليم وتعطيهم تشريو السيكاليم وانتم ما كتدخلوش. هو سيدي ربي عطينا هاد المرحله اننا نريحوهم شويه ونريحو حتى الجيب ديالنا. اذا هذه الحلقه ديالنا راه سالات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، مرحبا بكم بالتعاليق دي الطيبه ديالكم اللي كنشكركم عليها. وفي الحقيقه ولينا كاسره، شحال من واحد دابا متبعني يوميا، انا كنحاول ندير لكم فيديوهات يوميه.
كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.